عايزك تعتقد دلوقتي ان مصيبتك لسانك، مشكلتك لسانك، اللي مضيعك لسانك. اوعى بقى تسيب لسانك، لسانك سبع ان اطلقته اكلك. افات اللسان، الغيبة. ما هي الغيبة؟ ذكر اخاك بما يكره ولو كان فيه. فلان احنا قاعدين مع بعض كده وجات سيرة فلان، فانت قلت ده فلان ده جاهل، وهو فعلا جاهل، دي غيبة. الغيبة ذكر اخاك بما يكره ولو كان فيه. طب لو ما كانش جاهل تبقى اسمها بهتان. ان كان في اخيك ما تذكر فهي غيبة، وان لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان. ان ذكرته بما فيه فقد اغتبته، وان ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. غيبة او بهتان بفلوس، بحسنات. يعني انتوا قاعدين في مجلس كده وجاء ذكر الشيخ فلان، فقلت ده راجل اي كلام، اتكتب له على طول في نفس اللحظة 100 حسنة من فلان، لانه قال عليك انك اي كلام في الوقت الفلاني في صحيفتك انت، مش صحيفته هو، ومكتوب في صحيفة سيئاته هو اغتبت فلان، اتحط 100 سيئة في ميزانك. فلان قلت اه فلان ده كنت بعمله حرامي، فلان ده نصاب، فلان ده قليل الادب، فلان ده خاين. بس اسكت، كفاية، ضيعت حسناتك. مش قلت لكم في اول حلقة في الموضوع ده قنطرة ان المشكلة الكبيرة ان اللي بياخد من حسناتك بياخد من ايه؟ من الخلاصة، من الصافي، من احسن اعمالك. يعني لما يجي ياخد صلاة منك بياخد احسن صلاة صليتها في حياتك المقبولة. الغيبة، النميمة، القذف، الكذب، الهجو، افشاء السر، المن، شهادة الزور، البهتان. المن، المن، المن. لا انا اديتك، ده انا ياما اديتك ولسه هديك، ما تخافش، هديك. المن، احيانا المشكلة تبقى بين الزوج وزوجته. المن، ان يمن عليها. انا معيشك عيش احسن من بيت اهلك. انت شايف عيشتنا وعيشت اخواتك؟ انت عارفه، فاكره لما مش انا بجيب لك من غير ما تقولي الكلام ده اسمه ايه؟ من، المن، شهاده الزور، البهتان، اللعن، الهمز، جحد الحق، اللمز، الفجور، الطعن، الوعد الكاذب، الفحش، السعايه، البغص، الغناء المحرم، الخذلان، المدح، المراء، سب الحمى، الجدال، الخصومة، الرياء، سب الدهر، سب الوالدين، فضيحة المسلم، سب الصحابة، انتهار الفقير، سب المسلم، دعوة الجاهلية، انتهار الوالدين، سب الموتى، المزاح المحظور، فضول الكلام، الجهر بالسوء، الإخبار بالمعصية، كلمة الكفر، الأمر بالمنكر، النهي عن المعروف، سب الرب، سب الديك، القراءة بالألحان، التنابز بالألقاب، جحد الوديعة، الكلام على الخلاء، كتم العلم، كتم الحق، مسألة الناس، اليمين الغموس، التشدق، الكذب على النبي، الحكم بغير ما أنزل الله، الزيادة في كتاب الله، الانتساب إلى غير الله، التحدث بما يظن أنه كذب، قول هلك الناس، تنفيق السلعة باليمين الكاذبة، قوله مطرنا بنوء كذا، قوله إن فعل كذا فهو يهودي، أن يقول المسلم يا كافر، قوله اللهم اسلبه الإيمان، الحلف بغير أسماء الله، إفساد المرأة على زوجها، الشفاعة في الباطل، أن يقال في المكوس يعني الضرائب حق السلطان، التقاحر في الكلام، الكلام فيما لا يعني، الإكثار من الشعر، القدح في العلماء، الكلام أثناء الخطبة، لبس الحق بالباطل، رمي البريء بالذم، سؤال المرأة زوجها الطلاق، الجهر بالسوء من القول، قوله ما شاء الله وشئت، إضافة الشر إلى الله تعالى، إطلاق الكرم على العنب، قوله عبدي وأمتي، قوله ملك الملوك، سؤال المغفرة للكافر. ان يموت واحد كافر وتقول الله يرحمه. سؤال المغفرة للكافر، ان يقال للمسلم يا كلب او نحوه، التحدث بكل ما سمع، السؤال بوجه الله غير الجنة، الدعاء على النفس والولد، الخوض فيما شجر بين الصحابة، كلام ذي الوجهين، سؤال الرجل فيما ضرب امرأته او فيما طلقها، الدعاء الى البدعة، الدعوة الى البدعة، كثرة الحلف ولو كان صادقا، الاستطالة في عرض المسلم، تناجي اثنين دون ثالث بغير اذنه، تحريم الكلف عن مواضعه، سؤال العامية عن العلوم الغامضة، نقل الحديث الى ولاة الامور المخبر، الحديث بعد صلاة العشاء الاخر دون مسوغ شرعي، تسمية العشاء العتمة او المدينة يثرب، وصف المرأة حسنى اخرى لزوجها او لرجل اخر دون حاجة. دول 120. طب العلاج ان احنا
نعمل حسنات اللسان. حسنات اللسان ايه هي؟ الاعمال الصالحة التي تكون باللسان. اولا الصدق، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، طيب الكلام، تلاوة القرآن، ذكر الله، زجر المضلين، الإغلاظ لمن خاض في الدين، الاستعاذة بالله، القيام بكلمة الله، القيام بالشهادة، تعليم الجاهل، إرشاد الضال، التذكير، التحدث بالنعم، الدعاء، قول المعروف، الاستغفار، القنوت، إفشاء السلام، رد السلام، حمد الله، الأذان والإقامة، الدعاء للمسلمين، الشفاعة، تأديب الأولاد، أقوال الصلاة، أقوال الحج، أقوال العبادات عموما، سؤال العافية، الحكم بالقسط، التبشير، التهنئة، المشورة، الإصلاح بين الناس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، الدعوة إلى سبيل رب العالمين، التسمية عند الطعام، إجابة المؤذن والمقيم، التلفظ بكلمته الشهادة، تصديق من يجب تصديقه، تعليم العلوم الشرعية، أمر الأئمة بما يأمرون به الأمة، تبيين الكلام للمخاطب، الاقتصاد في الموعظة والعلم، الدعاء لصاحب الحق، التبري من أهل البدع والمعاصي، الدلالة على الخير، مخاطبة ذوي الفضل، الأذكار المشروعة في العبادات، الاستئذان، اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لموجب شرعي، ومثل ذلك كثير.